صباح الخير حبايبي أصدقائي، قناة ميرو بتحييكم. النهاردة هنقدم الشوريك. الشوريك ده من المخبوزات، هو بيتكون من 3 كوبايات دقيق اللي هو نص كيلو. أهم حاجة إن احنا نختبر الخميرة اللي هنحطها، مدام خبيز يبقى لازم خميرة. الخميرة هنحط معلقة كبيرة خميرة مع 3/4 كوباية مية دافية. طبعا هنستخدم كل حاجة نفس الكوباية، ف3 كوبايات دقيق لازم هيتنخلوا، 1/2 كوباية سكر، 1/4 كوباية زيت، معلقة كبيرة خميرة، 1/2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، سكر للخميرة. لازم هنختبر الخميرة الأول. هنجيب 3/4 كوباية مية دافية، لازم تكون دافية عشان الخميرة تشتغل. وهنحط المعلقة السكر، وهنحط كمان الخميرة، وهنختبرها انها تشتغل كويس ولا لا. هنقلبها كويس ونسيبها الفترة اللي هي شوية كده لغاية ما تشتغل. هنجيب الدقيق وهيتنخل. هندخل 3 كوبايات دقيق مع البيكنج باودر والملح. بعد ما دخلنا الدقيق هنحط بيكنج باودر ورشة الملح وندخل. خلاص نخلنا الدقيق وحطينا طبعا البيكنج باودر ورشة الملح، وشوفوا قد ايه الخميرة متفاعلة، ارتفعت اهي. احنا بقى بعد كده هنحط هنا الخميرة والمية والسكر، وهنحط 1/4 كوباية الزيت، 1/2 كوباية السكر، ونقلب لغاية ما نكون عجينة. هنقلب نبتدي بقى نفرك. احنا طبعا حطينا 1/2 كوباية مية او 3/4 كوباية مية في الخميرة، دي هتتحسب من يعني انا هقول لكم في الاخر هي خدت قد ايه مية، لان احنا هنحط بقى بعد كده مية دافية كل شوية لغاية ما نكون عجينة كويسة. طبعا بعد كده انا بايدي هبتدي اعجن، انا بس بقى بدخل كل حاجة في بعضها. نبتدي نعجن كده من كوباية الناحية التانية، نمسك كده ونحط. طبعا هتكون دافية عشان الخميرة تشتغل، عايزين نكون عجينة كويسة. طبعا قلنا قبل كده ان الدقيق بيختلف من مكان لمكان، فاحنا عايزين دلوقتي نكون عجينة عشان بعد كده هتتخمر، هتقعد ساعة او ساعة ونص. بعد ما زودت شوية مية، يعني هما خدوا 2 كوباية تقريبا، 1.5 كوباية مية، بس انا زودت شوية دقيق. فانت لازم ان انت يعني تحسي بالعجينة، تحسي بالعجينة. عايزة دقيق تزودي، عايزة مية تزودي. نحط شوية زيت عليها ونسيبها تخمر لمدة ساعة، وبعدين نبتدي نشكلها. هنسيبها في مكان دافي ونغطيها. هنحط شوية زيت تحت، وهنسيبها بقى زي ما قلت لكم. طبعا العجينة لينة جدا. بعد ساعة نشوف بقى ايه اللي حصل. لقيناها كبرت. هنطلع الهواء منها. احنا قلنا ان العجينة، طب شوفوا جميلة ازاي، طبعا رائعة. العجينة قلنا ان احنا كان اصول 3 كوبايات مع 1.5 كوباية مية، خدت في الاخر 3.5 كوباية دقيق مع 2.25 كوباية مية. فلازم ان انتوا يعني انتوا تعايروا الدقيق والمية باحساسكم كده. ندهن هنا شوية زيت
وهنا كمان عشان نحط على الصينية. هنعمل كور بقى، يعني كور بقد حجم الليمونة، وهنحط هنا. نعملها كور كده. مش عايزين نكبر الكور علشان هي لسه هتكبر. بعد ما نخلص التشكيل ده هنغطيها تاني ونسيبها تخمر نص ساعة. هنبتدي نعمل كل واحدة بقى الطريقة دي. هنحاول ان احنا يعني ندورها كده من النص زي ما انتم شايفين اصدقائي. نعمل كده وكده وكده وكده. اهو تاني واحدة. طبعا انا مش مكبرة الكورة، هعملها صغير. دي هنعمل كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده. هنحطها في الطبق. القفلة هتكون من تحت، القفلة هتكون من تحت. هنيجي بقى تاني، احنا هنلف كده واحدة. هنعمل بالطريقة التانية زي يعني ايه، زي شكل كده كده. ممكن برضو نعمل ضفيرة هنقطع كده كده. هنحط دي واحدة ودي واحدة. ناخد واحدة تانية. يبقوا كده التلاتة كده. الاولانيين دول هنربطهم ببعض. نعمل كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده. شكل برضو يتحط اهو. هنخلص صاج، دي اخر واحدة في الصاج، وهنعمل تاني وبعدين كده وبعدين نلف كده ونمط كده اهو بالظبط كده كده كده، ونلفها كده عشان تتقفل من تحت. وهنحطها هنا. لازم كله كله يبقوا بعاد عن بعض بالطريقة دي. احنا عشان ندخل بقى الصاج ده احنا عندنا نسكافيه وسكر، معلقة سكر صغيرة ونسكافيه ومية، ودوبناهم. للفطرين طبعا بيض، ممكن بدل النسكافيه والسكر عسل اسود. يعني هنحط كده اللي عايز يرش فوق الدهان ده سكر يرش، سمسم لوحده يرش، ممكن سكر وسمسم. دي طبعا بتبقى ذوق اللي بيحب السمسم يحط. يعني نحط سكر على الشوريك، وانا مسخنة الفرن على 180.
هياخد من تلت لنص ساعة، تلت تقريبا. لازم طبعا نشوفه، لو اللي تحت اصفر نطلعه في الدرج اللي فوق. انا عندي سمسم اهو، سمسم، وندخل ندخل الفرن بقى في درجة 180. خلصنا اصدقائي التاني، الصينية التانية، وبرضو هندهن السكر والنسكافيه، يعني حط عسل ويخففه بشوية مية بدل السكر والنسكافيه والمية. دي هنحط فيها سمسم، السكر بقى هنحط سكر لبقية، على كل واحدة شوية سكر. أصدقائي خرج الشوريك حلو جدا وطري خالص، وشوفوا من تحت بقى جميل ازاي، يعني حلوة قوي والضفيرة جميلة خالص. لسه التاني في الفرن، لسه قدامه 10 دقايق، اللي هو الصينية التانية. هقدمها لكم بقى في طبق، يعني طالع جميل قوي، طري خالص جدا، وفي السكر من فوق. وارجو ان يعجبكم، هنقدمه على طبق. لما خرج الشوريك ابتدينا نحطه في طبق. عايزه اوريكم اصدقائي قد ايه من تحت جميل، والضفيره كمان جميله جدا، حلو خالص، وبمكونات في البيت سهله، طريقة سهلة، واتبعوا الخطوة بخطوة اللي أنا قلته، وإن شاء الله تعملوه وأشوفكم بخير بإذن الله. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع قناة ميرو معلومات الطبخ، وتحياتي.